تمثل بمطاردتهم. أفضل أن تأكل قليلا. ولد عنيد سوف تموت جوعا. كل. توقف. دعه يتعذب قدر ما يشاء، سوف يموت جوعا. إنه غير مجبر على الأكل. يا له من ولد يفخر بدمه النبيل. ريكاردو لا يأبه للعذاب والجوع. فعلا فعلا. ماذا تتأمل؟ لقد بدأ ينزف. سوف أضمده. أين روباز البستاني؟ لقد طرد بناء للتعليمات التي أعطاها والدك قبل سفره، فلا يوجد أحد في المنزل غيرنا. هذا ما اعتقدته. جئت إلى منزلك مربية وانتظرت حتى يسافر والدي لتتصرف كما تشائين. كان والدك مشغولا جدا فلن ينتبه إليك، بل بالعكس صدقني ووثق بي للعناية بالمنزل. عرفت أنك إنسانة غريبة منذ البداية. لامونا، ليس لدينا الوقت الكافي للتحدث. لقد بعنا كل ما هو ذات قيمة. ما تبقى هو الذهب والمجوهرات التي هي بحوزتك. أين أخذتهم ريكاردو؟ لن أخبرك أبدا. لا أستطيع السيطرة على أخي الشرير أكثر كما تعرف. أتركني أتركني. سباستيان، يبدو أنه كان يتسلل إلى داخل السيارة. الآن فهمت ما كنت تحاول القيام به يا ريكاردو.
أنا آسف لأنني شككت بأمرك. قصة محزنة. لديك صديق لطيف يا ريكاردو، ألا تمانع لو أذيناه؟ لا تخبرهم أبدا يا ريكاردو. أنا بخير، سوف يأتي بال ويساعدنا قريبا. قاوم رونزو، تصرف. توقف اتركه. هل أنت مستعد لإخبارنا؟ لا تفعل يا ريكاردو. سأخبركم، لا تؤذوا سيباستيان. إنها في القصر. في القصر؟ هل خبأتها هناك؟ نعم، كان باستطاعتنا رؤية القصر من القرية حيث كنت. ماذا نفعل؟ كولون، جهز السيارة بسرعة، سنذهب في الحال. حسنا، ولكن يا لمونة، سمعت أن هناك شبحا في القصر. خذ هذه. ماذا يجب أن أفعل؟ أفضل الذهاب مع أحد آخر. لا تكن سخيفا واذهب. حسنا، سخيف. إنه لا يفهم، الشبح هو أنت، فعلت ذلك لكي تبعد الناس، أليس كذلك يا ريكاردو؟ لا يمكنك أن تخفي هذا عن لمونة. أنت فعلا من عائلة تورلس، أبوك سيفخر بك عندما سيعلم بما تقوم به. ستأسفين عندما يعود والدي من السفر يا لمونة، ستأسفين. ربما بعد سنة. طبعا، بالمناسبة خذ هذه، كان هناك رسائل من والدك كل يوم. ها هي، إنها كثيرة، أليس كذلك؟ انتظر وسترى. حظا سعيدا. هل أصلحت السيارة؟ أين كولون؟ كيف لي أن أعرف بمكانه؟ أنت من وظفها، وليس كذلك؟ أنا آسف لتأخري، كنت في الحمام. أسرع، هيا بنا. حاضر. ما الأمر؟ أعتقد أنني رأيت شيئا إلى جانب الطريق. ماذا تقصد؟ إنه كلب صبي. ألم يكن خروفا أو شيئا آخر يا أورونزو؟ ربما. المشكلة. لا تستسلم أبدا، هذا ليس من طباعك.
حسنا؟ لقد نجحنا بفضل بال. شكرا يا بال. عندي دراجتان، هيا. ريكاردو، من الأفضل أن تخبر الشرطة بالأمر. فعلت ذلك عدة مرات لكنهم لم يصدقوني لأن لامونا لم تترك أي إثباتات. أما الآن لا يمكن، لأن الشرطة تسعى وراءك ووراء بال لنحاول شيئا بأنفسنا نحن. أصبح الوقت ظهرا، لم يفت الأوان بعد. نعم، إنهم يستعملون السيارة. سباستيان، ما هذا؟ السيارة تعطلت معهم. أحمق، ماذا فعلت بها؟ عندما وقعنا العقد أخبرتكم أنني لست بارعا بإصلاح محركات السيارات يا أورونزو. لا أستطيع رؤية وجه الشخص الذي حرر العقد. أنت تتكلم كثيرا، انظر إلى هذه السحب، سوف تهب العاصفة، أسرعوا. إنها معقدة جدا. حسنا، لنرى ما إذا كانت ستعمل. على كل حال كانوا أولادا تعاسى. هل أنت آسف لحالتهم؟ سيموتون جوعا إذا تركناهم لوحدهم يا أورونزو. لا تقلق، لابد أنهما في السماء الآن. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ لا شيء. ماذا كنت تقصد يا أورونزو؟ قمت بخدعة لكي يحترقا. يا إلهي، يا إلهي، أنت مجنون. لست مجنونا، لا داعي لترك أي إثباتات. هذا يكفي بالنسبة لي، دعني أنزل، هذا لن يكون في الاتفاق. لا تكن سخيفا، يجب أن تأتي معنا حتى النهاية، مفهوم؟ يا إلهي. لقد تأخرنا. أعرف كل شيء عن هذا القصر يا ريكاردو، لقد سكنت هنا معك. لما لا تخيفهم كما كنت تفعل؟ ما رأيك بالأمر؟ لكنهم ليسوا أطفالا. نستطيع القيام بذلك، نحن الوحيدان المسؤولان عن حماية القصر. هيا. لامونا، هذا المكان لا يعجبني. أنت تتصرف كولد. ابحثا في كل زاوية من فوق إلى تحت.
إذا مات الأولاد فعلا يا أورونزو سيظهرون علينا كأشباح. يا إلهي توقف، لا تتكلم هكذا، أنت تزعجني. يا إلهي انظر انظر. ما هذا؟ ما كان ذلك؟ دع الأمر لي، اهتم أنت بيلمونة. حسنا. الباب لقد أرعبني. أنها خدعة، لا يمكن وجود أشباح، هذا مستحيل. شبح ريكاردو. ماذا تقول؟ إنها النهاية. لا تخيفني يا كولون. ماذا فعلت؟ ماذا هناك؟ الطابق السفلي. ريكاردو، أنت ما زلت حيا. لقد خدعتنا كفاية. أيها الصبي سأنال منك. هناك شبح حقيقي هذه المرة.
توقف. أيها الخائن، يبدو أنك لست بالمربية الحسنة يا لمونة، كنت موضع شك منذ البداية. أنت طلب مني سيكتور ليس أن أتحقق منك، يسعدني أن أرجع إليك المال الذي أعطيتني إياه يا لمونة. تبا لك، لقد عطلت السيارة أيضا، أليس كذلك؟ نعم بهذا السبب، وصلت في الوقت المناسب. شكرا كولون. هذا لا يقارن بالذي قام به ريكاردو، إنه ولد شجاع جدا. أبي ريكاردو، لن أدعك أبدا في متاعبك هذه. لقد عدت يا أبي. لنعيش معا في هذا القصر بأمان وسعادة يا ريكاردو. لقد انتهى كل شيء، شكرا جزيلا، سأحاول عدم إزعاجك بعد الآن. لم أتي لهنا من أجل ذلك، جئت من أجل صبي ساعد في مشاكلك هذه يا سيدي. نعم. أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ سيدي سباسيا رحل منذ 3 أيام. يبدو أنني تأخرت يا سيدي. هل حصل شيء؟ لا شيء، لا أبدا، لن يكون في الجوار طالما رحلوا منذ 3 أيام. آسف لإزعاجك. الأشباح لن تظهر أبدا في ذلك القصر. كان سيباستيان مليئا بالأمل، وهو متأكد أنه سيرى والدته كما حصل لريكاردو الذي قابل والده أخيرا. لعبت كثيرا يا بوتشي. بل لنذهب ونتأكد من مصدر الصوت. بوتشي انتظر يا بوتشي، انتظر. لابد ان هناك قرية. Thank you.